طبختنا اليوم بتكون المسععة. في البداية راح ابتدي اقلي الخضروات، عندنا الباذنجان، اوكي ابتدي اقلي، وعندنا البوتيتو اقلي، في يكون في زيت حامي عشان ما يمتص كل الدهن في الخضروات. بعدين بنسوي اللحم، راح اضيف البصل، ما ضفت عليه اي زيت او اي شيء، بروح ابي يذبل عندي. بعدين من تطلع ريحة البصل يذبل شوي نضيف عليه ثوم، نحمس الثوم ننتظره بس تطلع ريحته ينطبخ عندنا، نضيف عليه اللحم شوي، اللحم شي يصير لونه يتغير شوي، نضيف عليه صلصة طماطم اللي هو التوميتو بيست تقريبا 3 ملاعق، وبعدين نضيف البهارات. البهارات كلها تحت موجودة في الديسكريبشن، ونضيف عليه قليل من الماي، وكذي جهز عندنا اللحم. نروح نسوي الصوص. في البداية راح اضيف نص كوب حليب، واضيف 2 من البشاميل، تستخدمون اي شركة انتم تفضلونها، ويكون بس نخلطه على نار هادية، ونضيف عليه فلفل اسود، وجهز عندنا الصوص. في البايركس نصف البوتيتو، وبعدين نصف عليه الباذنجان. عقب ما نصف الباذنجان نضيف عليه اللحم، نوزع اللحم زين. استخدمت انا 500 جرام، تكون في كل زوايا ان اللحم راح، تأكدون ان كل مكان راح، مو صوب يكون موجود والصوب الثاني ما يكون، ونضيف فوقه الصوص. تتأكدون ان الصوص يكون حار عشان يكون سهل في توزيعه، اذا برد الصوص بيكون شوي جامد، مو سهل انه يتوزع في البايركس. شوف شلون هالقد يكفي عندي، يكون كفاية الصوص، ما نبغى واجد يكون ثقيل ثك بين اللحم والبشاميل، البشاميل يكون واجد. ونضيف عليه الجبن، استخدمت جبن الموزاريلا، وبعد بضيف عليه جبن الشيدر، وبدخل الفرن لمدة 10 دقائق. عقب ما دخلت الفرن بتكون تشوفوا ضفت عليه الجبن، وهاي النتيجة النهائية. شوفوا شلون صار، شكله لذيذ، وعليكم بألف عافية، جربوا وعطوني رأيكم.